ونواصل. هنيئا لك جبران واتي بالجائزة الثامنة. من يكون؟ championnat marocain, un ami, un collègue, un ancien coéquipier. Il vient de Wydad Casablanca. Walid Regragui. إذن وليد رغراغي اختير الأفضل خلال هذا الموسم أمام كل من بن سلطان مدرب المغرب الفاسي وأيضا فندن بروك مدرب فريق الجيش الملكي. وليد رغراغي الذي قاد فريق الوداد سينوب عنه لتسلم الجائزة. وليد رغراغي تسنينا. نور الدين نيبت الوداد نور الدين نيبت يمنح الجائزة للوداد يحيى جبران نيابة عن المدرب الودادي وليد الرقراقي. إذن وليد الرقراقي لقد الوداد للقبين في أول موسم له مع الوداد للقب دوري أبطال إفريقيا ول دوري أبطال إفريقيا والبطولة الاحترافية. أنا شكرا.